السلام عليكم اخواني اخواتي النوبي، معك معنا مين ريتش من بي سي كندا، يوم 5 فيفري 2021، في يوم مشمس ومسحب جميل جدا. احنا متجهين الى ريتشموند بي سي، احنا في نواحي المطار في هذه المقاطعة الجميلة، مقاطعة بريتش كولومبيا كندا. والله كل شيء جميل يا جماعة، والله في الحقيقة الجمال في كل مكان يا جماعة. يا جماعة الجمال في الجزائر، في المغرب، في الصحراء، في كل مكان كان جمال. وهذه الأرض جميلة جدا، يعيطولها بالانجليزي The Blue Planet. The Blue Planet، الكوكب الأزرق ما شاء الله، لأن فيه الماء كما قال الله سبحانه وتعالى: إن جعلنا من الماء كل شيء حيا. الحمد لله هذه بلاد المياه. أكشو احنا فوق النهر الآن، احنا right now الآن احنا فوق الجسر قاطع النهر فيزر، وهذا نهر كبير ما شاء الله. شفت خير يا خير، كان غير الخير في هذه البلاد وفي العالم كامل، كان غير الخير، ولكن كان أشرار هم يديروا الشر، فهم؟ ويديروا حروبات، فهم؟ وهذه كل للسلطة، للكراسي، بيقعدوا فوق الكراسي. معليش، سيأتي يوما الكرسي هذا يتزعزع، يجي تسونامي ولا يجي زلزال يزلزلو فيقع. على مقعده، فهم؟ ما يدوم إلا الصح والصدق والصفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في يوم جميل، يوم من 5 فيفري 2021، في عصر الكورونا، ابتسامة ثم ابتسامة ثم ابتسامة.